طبعاً يا ريشة، بإمكانك زراعة بذور الطماطم. ريشة، هل ظننت أن نبتة الطماطم ستنمو على الفور؟ نعم يا عزيزتي، تحتاج البذور إلى الكثير من الأمور حتى تنمو. علينا أن نسقيها ماء ونعرضها لأشعة الشمس، وبعدها علينا أن نصبر ونحن نراقبها، لأنها تحتاج إلى وقت لتنمو وتعطي ثمراً. أنا أتفهم ما يسبب لك الإحباط، كنت تظنين أن بذورك ستنتج ثمارها بمجرد أن نزرعها. أتعلمين؟ بسمة أيضاً تمر بتجربة مماثلة، لنرى ماذا ستفعل. أها! مش قادرة أستنى أشوف الفنانة سميرة وهي عم بتغني. وأنا كمان بسمة، هاد أول حفل موسيقي إلها في الحي. أنا عمري ما رحت على حفلة موسيقية من قبل. طب يلا يلا ندخل يلا. لحظة شوي. الطابور كتير طويل. كيف رح نستنى كل هالوقت؟ ممكن نحكي شوية نكت. احكي لنا نكتة أميرة. كم كعكة ممكن توسع إيد كعكي؟ كم كعكة؟ ما بعرف، كم كعكة؟ ولا واحدة، لأني رح تاكلهم كلهم. ذكرتيني أكل وجبة خفيفة من الكعك. بس ما بدي كعك؟ لا شكرا كعكي، أنا أكلت قبل شوي. متأكدة إن الصورة اللي موجودة على البطاقة هي صورتك؟ كرجور، هاي صورة المطربة سميرة. مطربة مين؟ بتعرفي إنه أنا كرجور أشطر شخص ممكن يتأكد من البطاقات في العالم؟ تفضلي. أو لحظة، خليني أتأكد منها مرة تانية ممكن؟ طيب. أنا كتير حابة أشوف الحفلة الموسيقية هلأ. كتير صعب أستنى. لحظة، أنا عندي فكرة. أنا دايماً بعد للخمسة لما أكون مش قادرة أستنى. فكرة كتير حلوة بسمة. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة. الدور ما مشي، يمكن بيساعدني إذا عديت أبطأ شوي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. زبطت. شكراً كرجور. بسمة، يلا رح ألحق كعكي جوز. بس شوفك أميرة. مرحبا كرجور، هاي بطاقتي، جاد وسلمى ومعزوزة جايين كمان. يلا. ممتاز يا بسمة، بس العرض بلش هلأ وما بنقدر ندخل أي شخص تاني، يعني بدك تستني للعرض الجاي. يعني قديش بدي أستنى كرجور؟ قديش رح تستني؟ هلأ بقولك. بسمة، شايفة هالساعة الرملية هاي؟ شايفتها؟ لازم تستني لغاية ما ينزل الرمل كله من فوق لتحت. بس ما تقلقي، الوقت بمر بسرعة. بس هذا وقت كتير طويل. في حبة رمل نزلت، شوفي. هل صار جاهزاً؟ كلا.
ها؟ والآن؟ هل هو جاهز الآن؟ ليس جاهزاً بعد يا ربحي. أشعر بأن الانتظار صعب، تماماً كما شعرت بسمة. من الصعب أن تنتظر أمراً أنت متحمس له. نعم، إنه صعب جداً. لكنها فرصة عظيمة لتعلم الصبر. يمكنك أن تحاول العد للعشرة يا ربحي. أنا متأكد من أن مرور الوقت سيمكن ربحي وبسمة من أن يتعلما أن يكونا أكثر صبراً. لنرى ما سيحدث. الفشار الآن أصبح جاهزاً. يا سلام يا سلام يا سلام، كثير انبسطنا عن جد. مرحبا بسمة، نحن وصلنا. بسمة؟ حبيبتي مالك، في حاجة مزعلاكي؟ أنا كنت عم بستنى بالطابور، بس لما وصل الدور لعندي الأماكن كلها صارت مليانة. وهلا لازم أستنى كمان مرة للعرض اللي بعده. أنا فاهمة شعورك يا حبيبتي، يعني الانتظار فعلا بيكون صعب. صح. طب انتي عملتي ايه في الوقت اللي انتي كنتي مستنية فيه ده؟ انا حاولت اني اعد للخمسة. كمان حكيت مع اصدقائي. حلو، ممتاز. وعديت للخمسة كمان مرة بس ابطا. كمان حلو. بس لسه ما اجى العرض. بس ما يا حبيبتي دي حاجة كويسة قوي انك حاولتي تلاقي طريقة تساعدك ان الوقت يعدي. يعني بصراحة انتي لازم تكوني فخورة بنفسك. صح. بصي خلينا نفكر بالطريقة دي. لما كل الرملة دي تنزل هيكون جا الوقت اننا ندخل الحفل. تمام. لحد ما ده يحصل خلينا نجرب حاجات جديدة نتسلى فيها وتساعدنا ان الوقت يعدي بسرعة. تمام، فكرة حلوة كتير. تمام، انا موافق. بفرح قوي وبحس بفخر لما اتعلم حاجة جديدة، حاجة ما كنتش يوم اعرفها هتغير وابقى فخور بيها. كل ما بكبر بقدر برضو انا اتغير، بقدر أغير رأيي وبقدر وأنا بتعلم وأنا بتطور، عندي يكون في مهارة جديدة يوم ورا يوم بتغير بكبر، يوم ورا يوم هواياتي بتكبر. أنا عم بتطور، بتعلم أشياء جديدة على طول وبتطور وبحاول دايماً أحسن ما عندي بكل الأمور. بفرح أنا وبحس بفخر لما اتعلم حاجة جديدة، حاجة ما كنتش يوم اعرفها هتغير وابقى فخور فيها. يا سلام. معك حق سلمى، الأغنية ساعدت انه يمر الوقت، وانا متأكدة انه ممكن نلاقي كمان افكار عشان تساعدنا ويمر الوقت اكتر. تمام، انت بسمة رائعة بالافكار عن جد. شو في افكار عندك؟ شو رأيكم نلعب لعبة تليفون خربان؟ تعرفوها؟ تعرفوها؟ دي فكرة هايلة يا بسمة. بص يا معزوزة، في فكرة اللعبة اننا بنقف في طابور، وأول واحد في الطابور بيفكر في كلمة وبيوشوشها في ودن الشخص اللي وراه، والشخص لازم يهمس الكلمة للشخص اللي بعده بالصف، وآخر واحد بالصف لازم يحكي الكلمة اللي سمعها بصوت عالي. وبنشوف ساعتها إيه الكلمة اللي هننتهي بيها. تمام. يلا نبدأ. تمام، يلا نلعبها. يلا فرازي. معزوزة. مي فرشاية. مي العرض الثاني لأنه رح يبلش هلا. جرجور استنى، لازم نشوف إذا حزروا إيش هي الكلمة. صح صح. يلا إيه آخر كلمة؟ الكلمة هي ماء. لا لا إنه الكلمة مو ماء، الكلمة هي فرشاية. لا فراشة. فراشة. يلا يلا يا جماعة طلعوني بطاقاتكم لأنه العرض رح يبلش هلا. تمام. في بطاقتي. أهلا سمسم. سميرة صوتها كتير حلو، عن جد كان بيستاهل إنه نستنى. طريقتك ساعدت الكل منشان الوقت يمرق. أنا فخورة بيكي قوي يا بسمة، إنك قدرتي تلاقي طريقة تغيري بيها تفكيرك، لقيتي شيء ممتع تقضي فيه وقتك وإنتي مستنية دوري. تمام. أنا كتير فخورة، شكراً سلمى لإنك ساعدتيني أتسلى وأنا بستنى.
مظبوط من كل البطاقات، وهلا صار بإمكاني أحضر سميرة. لحظة، وين بطاقتي؟ نسيتها بالبيت، رح أروح أجيبها وأرجع. لقد أنهينا عملنا في الحديقة اليوم، ومع الوقت ستنمو وتتفتح، وسيكون لدينا أزهار وخضروات. أنا سعيد لأنك تعلمت الانتظار. هناك كثير من الأمور التي بإمكانك القيام بها في هذا الوقت. هذا صحيح، الاعتناء بالنباتات مسؤولية جميلة، ولكنها تستغرق وقتاً. هذه أفكار رائعة يا ريشة، يمكنك مراقبتها كل يوم، وفي الوقت نفسه يمكنك التخطيط للقيام بأمور أخرى. ها؟ تريدين أن تلعب الغميطة؟ عظيم! دعونا نرتاح قليلاً يا أصدقائي، لقد كان يومنا طويلاً. لقد مرت أيام قليلة وها نحن نرى نتائج لعملك. أنا فخور بك يا ريشة لأنك تعلمت الانتظار والصبر. هذا صحيح يا عزيزتي، يجب أن تكوني فخورة بنفسك أيضاً. لقد بدأت نبتتك في النمو، وقريباً سنتمكن من صنع سلطة من طماطم نبتتك. وهلأ صار الوقت لنلعب لعبة حركة جليد. تعرفي شو هاي اللعبة؟ لازم جليد بنوقف وحركة بنضل نتحرك. طيب مين رح يبلش أول، أنا ولا أنتي؟ أنت. ماشي يلا. حركة 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 جليد. حركة جليد. مرحبا فيكم بمغامرات الرياضيات مع الموزوي، واليوم رح نتعلم عن تحت وفوق. شكلها رح تطلع حلوة. إلمو والزوي عم برسموا لوحة مع بعض. شوفوا. ليه الزوي حاملة مظلة؟ لأنه في غيمة فوق الزوي وممكن تمطر عليها. مطر. إلمو بده يرسم الشمس. هيو خلصت. واو، إلمو كتير كتير حلوة. شكراً. بس ليش أنت فوق الشمس؟ يمكن إلمو لازم يكون تحت الشمس، صح زوي؟ بالضبط إلمو. لما يكون الشي عالي فهو فوق، هو فوق، هو فوق. لما يكون الشي أسفل فهو تحت، هذا الشي تحت. يوهو، كأني سمعت حدا بيقول فوق وتحت. مزبوط، هذا أنا صديقكم الرائع المشهور قرقور، ومعي كمان فيلو. أهلا فيكم. رح أمثل شو يعني كلمة فوق. طيب هلأ ها ماشي.
واضح إنه مش سهل أبداً أقفز من فوق خرطوم فيلو. كنت مفكر الموضوع سهل، لازمني قوة دفع. بعد من طريقي، بدي أقفز من فوق. أي فيلو، معلش تقولي تدا هلا؟ تدا؟ طبعاً قرقور، أكيد بقدر أقول تدا. تدا! أسفة، أحياناً بنسى قديش صوتي عالي. ولا يهمك، أنا بخير، بشوفكم عند الباب الثاني لأحكيلكم أكتر عن فوق. أنا قرقور رح أحكيلكم أكتر عن فوق بمساعدة صديقتي معزوزة. يلا اقفزي من فوق هذا السياج. معزوزة رح تفرجينا كلنا فوق. أنا آسف كتير أصدقائي، كنت حابب أفرجيكم أمثلة جديدة عن كلمة فوق. بس معزوزة. قرقور. نعم زوي. معزوزة نزلت من تحت السياج. قلتي معزوزة نزلت من تحت السياج؟ أوه، من تحت السياج. تعرفي معزوزة أنت كتير ذكية. عم نتعلم كل شي عن فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت. عم نتعلم كتير أشياء عن فوق وتحت. أنا قرقور الرسام المشهور، عم برسم الفراشة وهي عم تطير فوق هاي الزهور الحلوة كتير. ممكن تيجي لهون شوية فراشة؟ ممتاز يا أحلى فراشة، وهلأ خليكي ثابتة فوق الزهور. لحظة، غيرت رأيي، شوفوا كيف رح أرسم هاي الفراشة الحلوة وهي عم تطير تحت الشجرة. دم دي دم دم دي دم دم. أوه، مرحبا بالفراشة الحلوة اللطيفة اللي عم بتطير فوق راس كعكي. غيرت رأيي، أصلاً أنا كنت حابب كتير أرسم كعكي. مع السلامة يا فراشة اللطيفة الحلوة. ها، طيب، رح أرسم الفراشة تحت الجسر. لا لا، فوق الصخرة. تحت، فوق، تحت، فوق، تحت، فوق، تحت. كتير بضحك قرقور. أصلاً رسمتي مش هي الشيء المهم اليوم زوي. المهم إنكم فهمتوا شو يعني فوق وتحت. المفهم الفراشة عم بتطير فوق لوحة قرقور. معناها عن جد فهمتوا. مهمتي اليوم نجحت. شكراً قرقور، كثير استمتعنا. عم بتفكري باللي عم بفكر فيه إلمو؟ أكيد، خلينا نرسم. اتعلمنا شي جديد في الرياضيات، بيساعدنا نلاقي طرق جديدة للألعاب. تعلمنا عن فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت. مرحبا مرحبا. أنا جاد، أنا جمعت أشهر أنواع الزهور من كل بلد، بس ضايل ألاقي أشهر زهرة في العراق. ليش مو كل البلدان عندها نفس أنواع الزهور؟ هي بتختلف من بلد لبلد. في زهور بتحتاج للدفء، وفي زهور بتحتاج لمي كتير. خليني أفرجيك. يا سلام يا سلام، هاي الزهرة لونها أسود. صحيح، اسمها السوسنة السوداء، وهي مشهورة في الأردن. وهلأ شوف هاي. جبت بخور مريم، أو بيحكولها زهرة السكلمان من لبنان، ولونها البنفسجي بذكرني ببيت جدي. يا سلام، أنا حابب روح هنيك شي يوم وأرسم جباله الحلوة لهالبلد. شوف شوف. هاي زهرة اللوتس. في منها كتير بمصر. حكيت لك إنه هاي الزهرة بتسكر بتلاتها في الليل. عن جد؟ وبس تفتحهم الصبح بصير جواتها دائرة صفرة زي الشمس. جد شي حلو. شوف شوف. هاي الزهرة في منها كتير بسوريا. هاي زهرة الياسمين. ولها ريحة كتير حلوة. وهون حابة أحط زهرة من العراق. بس بعدني مو عارفة أي زهرة مشهورة عندهم. أميرة، أنا بعرف مين لازم نسأل. هذا الكتاب كلش عظيم يا أميرة،
لازم تكونين فخورة، انتي جمعتي زهور كلش حلوة. شكرا دكتور سعيد. دكتور سعيد، نحن هلأ بحاجة انه نلاقي زهرة من العراق. خلوني اشوف لكم لحظة واحدة. هذه الوردة المفضلة عندي. ما احلى ريحتها. هاي وردة جوري صح؟ صح يا أميرة، العراق بمجموعة كبيرة متنوعة من هاي الزهور. هذه الوردة نسميها وردة الجوري، لونها أحمر كلش مميز. تمام تمام. وردة الجوري موجودة في معظم البيوت في العراق من الشمال إلى الجنوب. والآن صار بإمكانك تضيفيها للكتاب. شكرا لك دكتور سعيد. العفو يا أميرة العفو. وهلأ أميرة كملتي صفحة العراق، يا ترى شو هي الدولة الثانية اللي حابة تستكشفي زهورها؟ هيا بنا نتعرف عدد اليوم. ترى ماذا سنعد اليوم؟ طائرات ورقية. دعونا نعد كم طائرة ورقية توجد على الجدار. هيا يا أصدقائي فلنبحث ونعد معا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أحسنتم يا أصدقائي، وجدنا خمس طائرات ورقية على الجدار. عدد اليوم هو خمسة. شيء قديم لشيء جديد، حاجات بتعملها بالإيد، عندك حاجة مش محتاجها استعملها هتستفيد، ما تخليهاش بنفسك اعملها بنفسك. أهلا وسهلا بيكم جميعا. النهاردة أنا وجوري هنعمل باقة من الأزهار حلوة جدا علشان نديها هدية لمعلمة جوري، لأنه ما في سور حقيقية جنب البيت وأزهار التنور لسه ما فتحوا. صحيح، علشان كده هنعمل كارت زي ده. الأزهار دي سهلة جداً وتقدروا تعملوها في البيت من مواد بسيطة ومتوفرة عندكم. يلا انضموا لينا علشان نعمله سوا. ما تخليهاش بنفسك اعملها بنفسك. هنحتاج ورقة للكرت، كوب، أقلام للتلوين، مقص، صمغة أو لزق، ورق ملون مش بنستخدمه، أو أوراق عليها أشكال من مجلات أو منشورات، أو ورق أبيض وإحنا نلونه بالطريقة اللي نحبها. شو حلو، كتير عن أنواع من الورق. أنا مبسوطة قوي إن هم عجبوكي. يلا بينا نبدأ. يلا. الخطوة الأولى هنعمل أوراق الأزهار، ولكل زهرة هنحتاج ست دوائر، وعلشان نعمل الدوائر هنرسمهم باستخدام كوب أو أي حاجة مدورة بأحجام مختلفة وبعدين نقصهم. الخطوة الثانية هنتني الكرت ونتني أوراق الأزهار، وكده الكرت هيكون جاهز للتزيين. طيب تفتكري يا جوري ايه الخطوة التالتة؟ هلا منجمع الأوراق مع بعض. صحيح، دلوقتي هننفذ الخطوة التالتة. هنجمع أوراق الأزهار مع بعض ونلزقها على الكرت. هنحط شوية لزق على جهة واحدة من أوراق الزهر ونلزقها، وبعدين نحط الورقة التانية جنب الأولى. تمام. تعرف يا جوري كده فاضل خطوة واحدة ويكون الكرت بقى جاهز. الساق. صحيح، دلوقتي هننفذ الخطوة الرابعة والأخيرة، هنرسم الساق باستخدام قلم تلوين. إيه رأيك، عجبك الكرت؟ كتير. أنا مبسوطة قوي إن هو عجبك. وكده الكرت بقى جاهز ونقدر نديه لأي حد إحنا بنحبه أو للناس اللي بتهتم بينا. أنتوا بقى قولولي يا ترى هتدوا الكرت بتاعكم لمين؟